الحاج يوسف عكار معلم متقاعد عاشق للآثار من محافظة النجف، يهوى جمع التحف والقطع الأثرية، وبيته الذي بات أقرب إلى متحف صغير شاهد على ذلك، حيث يغص بقطع يزيد عمر بعضها على 200 سنة. المتحف متحف قديم بالسبعينات بديت فيه، وتعبت هواية تعبت حتى حصلت على هاي المواد كلها، وأحاول كل شيء ما موجود أجيبه أوفره للمتحف هذا، لأن هذا تراث العراق، تراث النجف، فأحافظ عليه. وبات بيت الحاج يوسف عكار مقصدا لمحبي الآثار والتحف، لكن الحاج يوسف يشكو من ضيق المكان الذي لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من المقتنيات. أحاول أنه أنتج من عنده، يزوروني زيارات، مع المهم أدور على مكان، بس مكان لائق يليق بهذا المتحف حتى أودعه، ولو خليت أنا ابني زيد هو يقوم بمكاني، لأن أنا كبرت وتعبت واللي سويته هذا بالكفاية. مر الحاج يوسف عكار بأوقات صعبة أجبرته على بيع العديد من المقتنيات الأثرية من أجل تلبية حاجاته المعيشية. بعدين الحاجة المادية شوية ضايقتنا، فبعت كثير من عندهم، بعت الطوابع العالمية كلها، بعتها، بعت شغلات مهمة هواية، واللي قدرت احافظ عليه هذا احافظ عليه. تواريخ كثيرة من حضارة العراق يجسدها هذا البيت، أو كما يحب أن يسميه الحاج يوسف، بالمتحف الصغير، وهو يطالب منذ سنوات طويلة بمكان يليق بمقتنياته، لكن أحدا لم يسمع أصواته حتى اليوم.